بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن وإياكم في الليالي العشرة الأخيرة من ليالي شهر رمضان المبارك. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم إخوتي أخواتي في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبي؟ زين. مشاهدينا طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول، اسمك وعمرك وسكنك. أنا اسمي أمير حسين، أسكن في كربلاء، عمري 9. المكعب الثاني والسؤال الثاني، في أي مرحلة دراسية؟ ثالث ابتدائي. المكعب الثالث والسؤال الثالث، شنو طموحك العلمي؟ أريد أكون أصير دكتور. هو ليش تحب تصير دكتور؟ لأن أساعد الناس المرضى. تقدر مثلا بهاي المهنة تخدم زوار أبو عبد الله؟ إي. خوش شلون مثلا؟ يعني واحد يعني يقول لي سوي العملية أسويها. المكعب الرابع والسؤال الرابع، شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ يعني الصوم والصلاة والمغفرة، حب الآخرين، مساعدة الآخرين، والأخلاق الحلوة. خليك يا أنا حبيبي أمير. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس والسؤال الخامس، شلونك ويا الصوم والعبادات؟ زين، وأصلي وأصوم وزين بالصيام. المكعب السادس والسؤال السادس، شلون تقسم وقتك في شهر رمضان المبارك؟ أنا أصوم بعدين أدرس بعدين ألعب بعدين التواصل. المكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول، ما دام احنا في شهر رمضان المبارك، ايش تتمنى ان تحصل من رب العالمين؟ يعني فد هدية رب العالمين يعطيك اياها. احب اني اساعد هواي ناس باسم الحسين. المكعب الثامن والاخير، المنو من الأئمة تحب تكتب رسالة وشنو؟ أحب أكتب أشكر فاطمة الزهراء، وأحب عيشتني بكربلاء. إن شاء الله أكبر وأختمها. شكرا جزيلا لك حبيبي أمير. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. مشاهدينا فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة، وبالختام حبينا نهديكم حديث من حديث أمير المؤمنين عليه السلام. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صوم القلب خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله. Thank you.